الوطن شعور فطري أم سلوك مكتسب؟ هل حبنا لوطننا مرهون بما يقدمه لنا؟ كيف نهيئ الطلبة للعام الدراسي الجديد؟ برنامج اليوم مع حبيبة الراب وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. واسمحوا لنا نبدأ اليوم بالكلام عن آخر حاجة لسه مخلصينها كلنا من شوية، لأن أكيد كلنا كنا نايمين. برنامج صباحي قبلها كنا نايمين طبيعي، وأعتقد إنه اللي ما نمش هو أكتر واحد هيقدر الموضوع اللي هنحكي فيه، لأنه أكتر واحد بيعاني في اليوم التالي. ولو الموضوع استمر معاه ممكن في النهاية ومع الوقت يخلي جودة الحياة من أسوأ ما يكون. ولهذا السبب أصبحت هذه قضية كبيرة بالنسبة لناس كتير، خصوصا في عالم أساسا مليء بالضغوطات والالتزامات. مراحل حياتنا الأولى باسل كان هيك الموضوع بسيط، أبسط من هلأ بكتير. يعني هيك قصص يمكن ما قبل النوم بتهيئنا وبتهيئ الصغار للنوم بسهولة، لأنه يمكن بتشغل خيالهم، بتخليهم يحسوا بالأمان وهيك يسلموا نفسهم للنوم بهدوء. صحيح. وعلى ذكر موضوع القصص ما قبل النوم، الغريب أنه في مقال نشره موقع The Times بيقول أنه حالياً في ترند للرجوع لهذه العادة بالنسبة للكبار، يمكن مش بنفس الشكل ولكن بصورة قريبة منها. واللي بيقرأ لنا القصة هذه المرة هو الهاتف الذكي من خلال تطبيقات الكتب الصوتية. يعني تختار الكتاب أو القصة، تضع السماعات في ودنك و تصبح على خير. باي باي. والمهم طبعا ما تكون قصة رعب، وإلا ما راح تقدر تغمض عينيك. بس الأفضل تختار قصة مش بالضرورة مملة، ولكن أحداثها بطيئة ومقروءة بصوت هادئ. هالشي أكيد بيساعدك على النوم. الإنسان في حياته بيعيش شعور الحب في أشكال كتير: حب الأشخاص، حب الأشياء أو ممتلكات، وحب لأماكن. هو ده موضوعنا اليوم، لأنه في مكان محدد عادة بيكون له مكان مميز في القلب، حتى وإن لم يكن أجمل الأماكن شكلا أو موضوعا، وهو الوطن. والسؤال هنا هو: هل حب الوطن شيء فطري، شيء بالفطرة ولد معانا، أم إنه سلوك مكتسب نما من خلال معيشتنا في هذا المكان؟ وهل حبنا لوطننا ينمو معنا بسبب تدريسه في المناهج التعليمية فنكتسبه مع الوقت منذ الصغر؟ صراحة هناك الكثير من الآراء لفلسفة معنى حب الوطن. من أبرز الآراء في تفسير حب الوطن إنه فطرة خلق عليها الإنسان، وتفسير بيستند ربما لبعض الاعتقادات، منها ما هو مرتبط بالمفاهيم القومية والوطنية والشعور بالانتماء للمكان وللناس. بس فئة أخرى بتفسر حب الوطن على إنه سلوك مكتسب يكتسبه الإنسان من خلال البيئة يلي بيعيش فيها، وبيتأثر بالعادات والتقاليد يلي بيمارسها سكان الوطن يلي عايش فيه. في النهاية مهما كانت طبيعة العوامل اللي بتؤدي إلى حب الوطن، الإنسان في النهاية محتاج إلى هذا الحب والشعور بالانتماء لمكان معين، كما يقول علم النفس، ولعدة أسباب، أهمها الحاجة إلى الأمان والاحتواء اللي بيمنحه الوطن للمواطن. حب الوطن له أشكال كثيرة، والشخصية يلي رح نتعرف عليها جسدت هالشي بأنبل الطرق. محمد سلمان خلف عراقي فقد إحدى أطرافه خلال المعارك التي دارت مع تنظيم داعش الإرهابي. حبه الكبير لبلده حثه على الذهاب للخطر بكامل إرادته، رغم يقينه بأنه الموت أو فقدان أحد أطرافه كما حصل بالفعل لم يمنعه من الدفاع عن وطنه. خمس مقاتلين، احنا ست مقاتلين، طبينا البيت. فتذكر مصاخ ما مصاخ مهجور البيت، طبيت اخاف من القناص ليضربني، يعني نستر بالبيت. والله من مشيت شفصت على دامشي، يعني تذكر مصاخه، من شفصت حسيت جدحه مال باتري، لما دقت عليه واير يعني تقريبا احمر، اتذكر اللون احمر جوزي ما اعرف، من بوات عليه قبل نفخ بوجهي.
انفجار. والله جاء عامل سري الله يحفظه وجنود المعاه كلهم، والله طفوني ما شنو خلوني بالسيارة قبل المستشفى. ما حسيت في 14 يوم يعني فقد يوم، تقريبا 14 يوم فقد. والإصابة فقدت عين، فقدت رجل، تقريبا هاي الرجل اليسرى بيها خلل يعني ما تنتني، وعندي اليد اليسرى هاي كلها أضرار هواي والله. يعني يعني أنا بدي أقول لك يمكن بالـ200 أكثر بالـ1000 مرة أنا واقع أقوم، ما أقول لحد ها وقعت أقول لا ما وقعت، أقوم أحاول نفسي أتشلب شيء شياتين أقوم، لأن هاي رجع عندي ما تتني، لو تتني أنا أقول لك ما أحتاج كل أحد. أنا أقوم أسحب أصعد على التخم أمشي عشان الطرف، يعني أصعد البيت تعجبوا للطرف خلاص شده أمشي أمشي أطلع مرة أتدرب مرتين ثلاثة أقع مخالف أقوم أقول سويت خطوة نجحت خطوة. ثاني يوم أمشي أطلع أروح لأهلي، إلا ما تعودت يعني صارت مسألة عندي عادية. شو تندم؟ هاي قسمتك انتهت بعد. قلت لك أنا يعني أنت من صرت عسكري يعني انتهت بعد شغلتك، تحمل كل شيء، كل شيء صار. لما أنا أضحي وذاك يضحي وكم شهيد الله يرحمهم راحوا إلى رحمة الله. يعني إذا مو أنا قاتل وذاك قاتل طبعا يجون يسوون أكثر بعد. الإرهابيين يسوون أكثر بعد. والحديث أكثر عن الموضوع معنا أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق. صباح الخير دكتور سعيد. بداية، هل تعتقد أن حب الوطن شعور فطري أم سلوك مكتسب وكيف؟ طبعا الإنسان ما بيختارش الجغرافيا أو الدين أو اللغة اللي بينشأ عليها، فدي مواضيع صدفة بحتة. أي بلد وأي مجتمع عنده ثقافة بتأتي من الأسرة، من التعليم، من الإعلام، من الخطاب الديني، من البيئة اللي هو عايش فيها، فبتغرس فيه أفكار اللي هي الأفكار الوطنية أو الشعوب الوطنية، وأن هذا البلد أو هذه المكان الجغرافي ينتمي ليه. وبسبب هذا الشعور والقصص اللي بتقدم ليه في الإعلام وفي التعليم، معناها أنه ممكن يضحي بحياته من أجل هذه الأرض، من هذه الحدود. فطبعاً الموضوع مكتسب من المجتمع، المجتمع بيديكي. وكمان الوطنية في كل بلد مختلفة، يعني الوطنية في اسكندنافيا غير الوطنية في الخليج، غير الوطنية في بلد لسه بتنشأ، غير الوطنية الفلسطينية، غير الوطنية الإسرائيلية، كلهم وطنيات مختلفة ودرجة التضحية مختلفة. أو هي التضحية يعني عند الفلسطيني ممكن الشهادة، أنا ممكن أستشهد وأبقى بطل والعيلة تبقى فخورة بي، لكن ممكن عند الإسرائيلي ما عندوش موضوع الشهادة، وهيش في الفكر اليهودي نفس الطريقة، لكن عنده موضوع الإنسانية، روح الإنسان مهمة، المواطن مهم. كل دي أفكار مختلفة. إيه أولويات كل وطن؟ وإيه الوطن بيديني إيه؟ كل ده برضك حاجات بتأثر على حبنا للوطن. الأغاني اللي بتتعمل، العلم الوطني بتاع البلد، النشيد الوطني، كل دي حاجات بتغرز أفكار ومشاعر معينة. الأكل اللي بتكليف بلد معينة بيحسسك إن هو ده الوطن. ممكن تسافري برا وبعدين تحني الأكل بلدك، أو ما ترجع عايز تطلب نفس الأكل البلد، سواء شكشوكة في تونس أو فول وكشري في مصر، حتى لو سافرتي في يعني أبعد منطقة في العالم، ممكن تبقى عندك حنين بسبب أنت الطفولة وعملية التنشئة الاجتماعية حسستك دايما أن الثقافة والممارسات اللي بتحصل في المجتمع دي جزء من حياتك، أنت اتولدتي بيها، دلوقتي أصبحتي جزء منك من عملية التنشئة. طول ما أنت صغيرة وكبرتي في هذا المجتمع بقت في حاجات جزء منك. اللبس الوطني بتاع البلد بقى صعب جدا تغيريه، فكل ده بيلعب دور في موضوع الوطنية. طيب دكتور سعيد، يعني لو اتكلمنا داخل المجتمع الواحد، داخل البلد الواحد، في ناس بتشوف انه الوطنية او درجة الوطنية خلينا نقول بتختلف او ممكن تختلف من شخص لآخر، بتشوف انه في معايير ممكن من خلالها قياس درجة حب الوطن، درجة الوطنية لدى اشخاص مختلفين داخل نفس البلد؟ شوف، المعايير شخصية وجغرافية. يعني مثلا ليسوا أهل المدن ولا أهل البادية، كلهم لهم معايير مختلفة.
فممكن انا في منطقه زراعيه شايف ان بالنسبه لي كوكب الارض والوطن هو منطقتي فقط، انا ما عنديش حته ثانيه، مش مهتمه بالمناطق الثانيه. اللي ساكن كومباوند الوطنيه بالنسبه له ايضا مختلفه، هو بالنسبه له بروح المولات، بروح الجامعات الاجنبيه، بسافر بره، هو ده الوطنيه جيده. فطبعا نفس المجتمع هتلاقي مع تعريفات مختلفه ومعايير مختلفه للوطنيه، معايير اجتماعيه ثقافيه شخصيه بحت. ممكن بعض العائلات شايفين ان اولادهم ما بيتكلموش لغه البلد، بيتكلموا لغات اجنبيه وبيعتبروا ان ده حاجه قمه الوطنيه وقمه التقدم، بينما الثاني بيرى انك لازم تبقى عارف لغه بلدك، ما تتعالاش مع لغه بلدك طبقيا ولا ثقافيا. فكل ده معايير مختلفه حسب نفس البلد، ممكن تلاقي كل هذه المعايير موجوده. طب دكتور، ما الفارق بين القومية والوطنية؟ وهل نحن كعرب نعرف هالفرق؟ شوفي، لقبل انهيار الدولة العثمانية كلنا كنا في منطقة بتمشي من غير فيزا، ما كانش كان عندنا شبه فيزا شنغن. العربي من مصر يطلع للشام ما فيش أي مشكلة في الكلام من دوت. لما جت بقى ساكس-بيكو وطلعت الدولة الوطنية، ابتدينا نعمل حواجز وحدود بين البلاد، فابتدت ايه القوميه اللبنانيه، القوميه المصريه، القوميه التونسيه، القوميه المغربيه، كل دول بقت مناطق منفصله عن الدول الاخرى، فقط يبقى في مشاركه معنويه وعاطفيه لما يحصل حاجه مشكله. ممكن تلاقي في مثلا المونديال في ماتش وكل طلعوا بيها طلعت بره، لكن مثلا الجزائر تلاقي كل العرب يشجعوا الجزائر عايزينها تكسب الماتش، فده نوع من الشعور القومية العربية، لكن مش القومية الإقليمية المحلية. يعني إقليمية محلية يعني أنا بشجع بلدي فقط، مش مهتم لو الجزائر ومصر بيلعبوا ممكن هتلاقي المصريين يشجعوا المصريين والجزائريين هيشجعوا الجزائريين، لكن إذا كان مع حاجة أجنبية هتلاقي العالم العربي كله واقفين مع العربي، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. فطبعا هتلاقي الحتة دي الشعور بقى بالوطنية مختلف في كل البلاد العربية. يعني هتلاقي مثلا الولاء للحاكم بيعتبروه جزء من الوطنية في الخليج مثلا، يعني حتى بيسموه سيدي كذا، سيدي الأمير فلان، سيدي الملك كذا، هم عندهم الإحساس سيدي. ما عنديش في الجمهوريات ما كانش الكلام، ما فيش الموضوع دوت، وما هيش جزء من الوطنية. ساعات بينتقد الرئيس وبيعتقد ان الوطن اهم من الرئيس واهم من النظام السياسي. الفكر كمان في العالم العربي انقلابي ثورانكي، يعني لو انت قومية عربية بترفضي هذه الأنظمة، لو انت اسلام سياسي بتعتقد هذه الأنظمة كافلة وعايزة انتقلبيها. فطبعا عندي مشكلة في العالم العربي الاستقرار السياسي مش موجود في الفكر اللي موجود عند الشعوب. يعني دايما هتلاقي في انفصال وطلاق بين ما يريده الشعب العربي وما تفعله الأنظمة، الأنظمة عندها حساباتها، الشعوب عندها حسابات تانية. طيب، ما بين القومية والوطنية ودرجات مختلفة من الوطنية بحسب البعض، في رأيك هل من حق أي شخص أنه يحكم على درجة وطنية شخص آخر أو حب شخص آخر للوطن؟ أصبحنا نشعر كأنه في سباق لإثبات الوطنية، إيه رأيك في هذه الفكرة؟ طبعا الموضوع برضك شخصي، ما هو الوطنية؟ هل لما أذهب إلى بلد تانية وهاجم بلدي لأنها نظام غير ديمقراطي، هل هي دي ديمقراطية؟ وهل هذه هي وطنية؟ بينما لو أنا سكت على النظام الاستبدادي اللي عندي يبقى دي مش وطنية. فالموضوع معارك، هتلاقي معارك في العالم العربي بهذا الموضوع. يمكن من قرن 19 هتلاقي عرب هاجوا لبلاد تانية وهاجموا الأنظمة اللي موجودة، وإقرأ كلام الكواكبي عن الاستبداد في العالم العربي والعالم الإسلامي. فطبعا الموضوع بيتوقف على كل واحد وتعريفاته وتفسيراته، ما هو بالنسبة له الوطنية، إيه الوطني وإيه غير الوطني. وهتلاقي المعارك دي طول الوقت لا تنتهي، وكله طبعا حسب مصالحه. إيه هو الوطنية؟ في إن أنا أهاجم من داخل البلد أو من خارج البلد، طب لما برجع البلد بيقبضوا عليا، فأنا إيه بقى ليه أهاجمها؟
من الداخل وتعرض لمشاكل تم اطلع هاجمها من بره، والوضوح هيتهمك انك انت خاين وبتشتغل مع اجهزه مخابرات خارجيه ضد بلدك، فانت ما انتش وطني. انما احنا الوطنيين اللي بنستحمل وبنقعد في البلد حتى ايه بنترك الفساد او ما والاستبداد اللي موجود فيه. طب دكتور، كيف ممكن الفصل بين حب الوطن ومشاكل الوطن والاعتراض على مشاكل الوطن، وكيف هالشيء ممكن يعني ما يقلل من الوطنية؟ لأنه أحياناً بس يصير مشاكل بالوطن يمكن الشخص بيبين أنه خف حبه لوطنه. ساعات الأنظمة بتحاول تحارب النقد البناء لسياساتها بأنها أعمال غير وطنية. كل ما يكون نقد في السياسات العامة للدولة بناء وموضوعي، كل ما ده يبقى حاجة وطنية. لما يبتدي بقى يدخل شخصنا ونبعد عن الموضوعية أو ما كنش ملم بكل الموضوع، هنا هتدخلي في مشاكل. لكن مهم جدا إذا كنت عايزة تعملي دولة حديثة، النقد البناء مهم جدا. ما فيش دولة حديثة تنمو بدون نقد بناء. أمريكا قامت إزاي؟ العقل النقدي موجود ومحمي. عندك إعلام بيراقب رئيس الجمهورية، بيراقب الكونجرس، وبيراقب كل شيء. فما اقدرش أقول إنكم تخونة إن بتكتبوا كده، لا بالعكس، أنتوا كده بتحموا البلد. أنتوا عشان كده بيسموا مثلا الإعلام الواتش دوج أو السلطة الرابعة، هي بتراقب، هي بتلعب سلطة رقابية وبتصلح. إذا المواطن من حقه إنه ينشر آراءه في سواء في السوشيال ميديا في العالم العربي، لأن الإعلام عندي متقيد، ويعبر عن رأيه عن السياسات العامة للدولة ويقول إن فيها غلط، إنها عملت كذا والأفضل إنها تعمل كذا. فده قمة الوطنية وليس خيانة، زي ما بيحاول بعض الأنظمة أنها تكتم الأصوات عشان يظل السياسات اللي موجودة أو الفساد أو الأخطاء ما حدش يتحملها من شبه الآلهة اللي بيحكموا العالم العربي. طيب، في نقطة أخرى مهمة جدا دكتور سعيد، وهي هل حب الوطن مرهون بما يقدمه لنا ولمصلحتنا الإنسانية؟ شوف، طبعا دي مواضيع بردك شخصية. أنا لو مقدم على وظيفة حب أو وزير ما تتهميش يبقى الوطن ده لا مش مكاني وخاني وحبتدي أقلب عليه. فطبعا كل واحد ممكن يفسر كل شيء حصل له، اتعرض لاعتداء في اسم، اتعرض لفساد، اتعرض لتواطؤ من بعض الأجهزة ضده، فممكن يشعر بهذا الموضوع. لكن ما أقدرش أن ده مشروع يعني حاجة عامة، لأن كمان مش كل واحد عنده فرصة أن مثلا يهرب من البلد بتاعته وينتقد. لكن طبعا موجودة الحكاية ديت، أنه ينظر سوء الإدارة، الفساد، المحسوبيات، تفضيل حد عن حد في وظيفة عامة. فطبعا ممكن تشعر بالإحباط وتضعف إحساسك بالوطنية. طب هل يمكن أن يتحول حب الوطن إلى كراهية؟ وكيف؟ طبعا ما احنا عندنا جواسيس، عندنا عملاء. حديكم مثل، إيران مكونة من 60% من الفرس و 40% جنسيات مختلفة، مجموعات عرقية مختلفة. طول عمر الحكومة المركزية في إيران حتى أيام الشاه بتهمل ال 40% دي. لما جت الثورة الإيرانية اضطهدت وأعدمت ناس كتير، فناس كتيرة 9 مليون يمكن طلعوا بره إيران. فهؤلاء حاقدين وكارهين هذا النظام. كارهين ليه؟ لأنهم تعرضوا أهلهم وشافوا اللي بيحصل لبلدهم لمخاطر وانتهاكات لحقوق الإنسان، لعنف. فطبعا يبقى عنده استعداد إنه يشتغل مع الموساد، مع العفريت، لازم أي حاجة ضد هذا النظام. فطبعا مفهومة إن بيحصل هذا النوع من المشاعر ضد الأنظمة إذا حس إن النظام أصبح ضد حقوق الإنسان، ضد الأقليات، ضد حرية الناس، ياخد البلد إلى كارثة. فهنا بيعتقدوا إن الحل هو إنه يبقى ضدها. اللي كشف البرنامج النووي الإيراني كانت معارضة مجاهدي خلق. طب ليه هم عملوا كده؟ دي بالنسبة لهم خيانة، بالنسبة للناس كتير في إيران دي خيانة، لكن بالنسبة لمجاهدي خلق هم ما كانوش عايزين يخلوا النظام
الحاكم ياخد قوة بالبرنامج النووي يبقى قوي وكده يتثبت أو تثبت أقدامه في الدولة. لذلك هم كان من مصلحتهم أنهم يكشفوا ويخربوا هذا البرنامج. فحتى لما يتعاونوا مع أي قوة خارجية الهدف بتاعهم هم لا يشعروا بالوطنية مع هذا النظام، بينما لما يغيروا ويكسروا هذا البرنامج هيبقى في وطنية لأن هذا النظام يبقى ضعيف ويمكن هم يصلوا الحكم ويبقى يستعيدوا إيران القديمة اللي فيها وطنية ما كانتش موجودة حاليا. في النهاية أشكرك أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق، شكرا جزيلا لك. بعد لحظات مشاهدينا سنستكمل الملف الرئيسي بعد الفاصل، وفيه نتوسع ونبحث أكثر في سؤال: هل حب الوطن مرهون بما يقدمه لنا؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. هناك أسباب نفسية تجعل الناس يشعرون بارتباط قوي بوطنهم. ما هي هذه الأسباب بحسب موقع سايسبيس؟ الوطنية مفهوم يتعامل مع الحب والإخلاص والإحساس بالارتباط تجاه الوطن، مما يولد مشاعر الأمان لحامله. حاجة الإنسان إلى تقديم تضحيات تحث بعض الناس على إظهار مدى وطنيتهم بالتضحية بأنفسهم وحياتهم وأسرهم، وقد تكون التضحية جسدية أو عاطفية. والوطنية تلعب دورا في توحيد الناس الذين يعيشون في مجتمع ما، مما يزيد من مشاعر الإجماع والتماسك التي يحتاجون إليها نفسيا. لكن بعض العلماء النفس يعتقدون أن الوطنية ومشاعر الحب والمودة تجاه الوطن مشروطة، وتحديدا حينما يشعر الإنسان بالخيبة والخذلان من وطنه وما يقدمه له مقابل حبه وولائه. واستكمالا لما قاله الدكتور سعيد صادق عن حب الوطن من لحظات، نطرح سؤال الآن: هل تدريس حب الوطن في المناهج من الممكن أن يؤثر على الأجيال الجديدة؟ والإجابة على هذا السؤال أرحب بالخبير في التربية والتعليم الدكتور محمد أبو عمارة. دكتور محمد، شايف إيه؟ هل لازم يدرس أو يغرس حب الوطن في مناهج المدارس؟ صباح الخير إلك للمشاهدين الأكارم. هلا احنا بنعرف انه معظم الدول العربيه بتحط عندها ماده او منهاج بسموه تحت مسميات مختلفه، احيانا بسموه التربيه الوطنيه، التربيه الاجتماعيه، مسميات مختلفه، ولكن هدف هذا المنهج الذي يستمر غالبا خلال سنوات الدراسه هو تعميق حب الوطن لدى الطلبه. هو موجود اصلا، ولكن هل هو المنهج ناجح او هل يؤدي الى حب الوطن ام لا؟ هون يمكن يكون لازم يكون سؤالنا، يعني أول شيء ماذا نعني بحب الوطن أو كيف نميز حب الوطن؟ إحنا نميز حب الوطن إذا كان في عنا الناس منتمين، بيحافظوا على الممتلكات العامة، بيكون في شيء إتلاف، يعني حب الوطن هو مش مجرد كلام، مفروض يكون تعبير. المناهج اللي موجودة الآن اللي بتدرس حب الوطن أو يعني تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، الحقيقة هي مناهج معظمها بتركز على الجانب النظري، مجرد نقاط وتعريفات وبعيدة كل البعد عن الجانب العملي. وإحنا بنعرف أنه الجانب النظري للطلبة بالنهاية، خاصة أنه نظام التقويم في الدول العربية معظمها يعني يذهب إلى موضوع الاختبارات وإلى الحفظ، فبالتالي المادة بتصبح مادة للطلبة مش ممتعة ومش قريبة من القلب، لأنه الطالب بده يحفظ كم كبير من المعلومات عن بلده وعن وطنه، فبالتالي مادة مش ممتعة. هل تؤدي الهدف منها طالما هي بالجانب النظري كما هي الآن بدون تطبيقات عملية؟ أعتقد أنها لن تؤدي إلى حب الوطن. طيب دكتور، هل لازم يدرس حب الوطن؟ يعني هل هذا الشيء إجباري ولا ممكن أنه يكتسب من الأهل والمجتمع؟ هلا في مقولة أنا بحب أحكيها دائما، تحكي أنه حتى النملة تعتز بثقب الأرض. يعني حب الوطن هو فطري، ما في حدا موجود في بلد مهما كان وطنه قوي ضعيف محتل محرر، يعني هو أكيد بيحب وطنه. ولكن هل يجب أن يدرس؟ أنا أعتقد أنه إذا درس، يعني أعتقد أنه لازم يكون في منهج ينقل حب الوطن من الجانب النظري أو مجرد المشاعر إلى الجانب العملي، منهج تطبيقي مش منهج نظري. نعم، حب الوطن يجب أن يدرس، ولكن أن يدرس بطريقة
تزرع حب الوطن بشكل حقيقي بس مش بشكل نظري. يعني المقصود بدي أوصل الفكرة بشكل أبسط، أن لا يكون مجرد نقاط وتعريفات، أن يكون زيارات عملية، تجارب، أبحاث، أن يتعرف طالب إلى التضحيات التي قدمها وطنه، أهم الأماكن والمعالم، أن نزرع في قيمة المحافظة على الممتلكات العامة، أن يقوى طريقة التقويم أن تختلف مع الطلبة في هذه المادة تحديداً، أن تكون مبادرات تكافل، أعلم الطلبة أن القوي يساعد الضعيف، الغني يمد يده إلى الفقير على سبيل المثال، حتى نحقق مجتمع متكافل. هذا هو حب الوطن اللي إحنا بدنا نزرعه بطلبتنا، اللي هو حقيقي بيكون حب وطن مظبوط. طيب يمكن الأمثلة اللي ذكرتها هي أمثلة أعتقد يعني ممتازة في الحقيقة لطلبة معينين أعتقد في مراحل عمرية أكبر ممكن يفهموا هذا الكلام، ولكن بالنسبة للأطفال الأصغر عمرا هل في طريقة ممكن نترجم لهم بها هذه المشاعر أو هذه المعاني النظرية حتى أن هم يبدأوا في حب الوطن في سن أصغر كمان؟ رائع جدا. إحنا بنقدر من البريكي جي نبلش نعلم الطلبة زي ما احنا بنعطيهم سوشيال ستاديز، بنعطيهم مواد كيف مهارات اجتماعيه، بنقدر نعلمهم بنفس الوقت مثلا المحافظه على نظافه المكان العام، هذه قيمه اجتماعيه تعبر عن حب الوطن. فاذا زرعنا هذه القيمه بهذا الطالب وفهمناه، الطفل لو كان عمره 4 سنوات او 5 سنوات او 3 سنوات كمان، وفهمناه بانه القاء القمامه هي عباره عن شيء اول شيء بيسيء للمنطقه على سبيل المثال انا بحكي، النقطه الثانيه عامل التنظيفات او عامل الوطن كما احنا نطلق عليه بالاردن، لما يحني ظهره ويشيل هاي الورقه ويحطها في العرباي هو بيتعب كثير، تخيل انه احنا عم نعمل اكم من قيمه، عم نخليه يحترم عامل الوطن وما يلقي قمامه. وهذا الحكي ليش؟ لانه انا بحب وطني. فاذا تقديم حب الوطن لهؤلاء الطلبه من خلال تجارب عمليه اعتقد كثير سهل وبيعمق عندهم ذلك. نقطة ثانية، إحنا لما صباحاً نوقف في الطابور الصباحي ونسمع السلام الملكي أو الأشيد الوطني ونرفع علم البلد، هذا يعمق الانتماء ويعمق حب الوطن. بالإذاعة الصباحية حتى بطلبة الروضة عندما نتحدث عن شهداء هذا البلد، أهم المواقع الموجودة فيه، الاستثمارات، قائد البلاد، هذا أيضاً يعمق حب الانتماء. لما نحكي عن الأمن والأمان الموجود مثلاً في هذا البلد، كيف احنا لازم نساعد رجال الامن ورجال السير لانه وجودهم ضروري جدا، هذا يعمق حب الانتماء. اذا حب الانتماء يبدا من منطقه من الروضه وما دون الروضه كمان، ولكن بشكل تدريجي وبطريقه تناسب تلك المرحله العمريه. طب إذا انطلقنا من فكرة حب الوطن أنه هو شعور فطري مثل ما ذكرت حضرتك، تدريسه ما بيخليه شعور مكتسب؟ هو إذا درس بطريقة اعتيادية أو طريقة مملة زي ما أنا حكيت قبل شوي، يعني مثلا في إحدى الدول العربية حاطين مادة تحت مسمى شيء قريب من حب الوطن، ولكن المادة عبارة عن نقاط أذكر وعدد، ومادة زخمة، الكتاب كبير جدا أكثر من 200 صفحة. فالطلبة كرهوا الوطن لأنه بالنهاية هو بالنسبة له حب الوطن أصبح هذا الكتاب اللي هو ممل ومقدم بطريقة مزعجة ويشرح بطريقة اعتيادية، ودي يقدم فيه اختبار يعني سيقوم بناء على هذه المعلومات. فبالتالي احنا كرهنا الواحد بالوطن ما حببنا، ولكن إن قدم هذا المنهج بطريقة عملية وقوم أيضا بطريقة مختلفة عن الطرق الاعتيادية اللي احنا متبعينها أكيد رح يكون مساند. هلا حب الوطن فطري ولكن بدي أعززه. هلا كيف بدي أعززه؟ أنا بحب وطني، كيف أعبر عن حب وطني؟ أعبر عن حب وطني زي ما قلت سابقا باحترام رجال الأمن، احترام كبير السن، التكافل مع المجتمع، المحافظة على الممتلكات العامة، حفظ تاريخ هذا الوطن، الدفاع عنه في حالة وجودي أمام ناس في نقاش معين، إذا مثلت هذا الوطن في مؤتمر أو في بطولة رياضية أن أكون خير ممثل، لأنه أي رياضي أو أي شخص يعني بيسافر خارج بلده هو عبارة عن سفير لهذا البلد، أن أمثله بطريقة لائقة، أكون حافظ تاريخه، حافظ أهم الأماكن السياحية، هكذا أعبر عن حب الوطن. إذا درس المنهج وهو سهل، ترى سهل، إحنا بنا بالمدارس مثلا بنطبق هذا الكلام، إذا درسها بطريقة عملية بعيدة عن الكتب والحفظ والاختبار اللي بتشوك أن توك، نبعد عن هذه الطريقة، سيعزز حب الوطن الفطري، سيصبح فعلا هو متكامل فطري زائد إحنا عززناه بإضافة معلومات وتطبيقات عملية، فبصير صورة متكاملة. طيب ما هي المجالات التي يعني من الممكن أن يدخل فيها موضوع حب الوطن وفي النهاية يعطي هذا المواطن كل الأدوات التي من الممكن أن يفيد بها البلد وأن يطور هذا البلد في النهاية؟ أنا بعتقد بأنه جميع المجالات الدراسية نستطيع أن ندرس فيها حب الوطن. على سبيل المثال
مادة اللغات، اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية اللي بدرسها المدرسة. لو تحدثنا من خلال القطع عن حب عن الوطن، عن الأماكن السياحية، شهداء هذا الوطن، الإنجازات، المصانع، فإحنا عم ندرس الطالب مادة بالنسبة له مشوقة ولكن تعمق أيضا في معلومات عن هذا الوطن، فبتغرس عنده حب الانتماء. إذا رحنا لموضوع الكتابة، الإنشاء على سبيل المثال، أو التعبير، فن التعبير، ودربنا الطالب على الكتابة عن هذا الوطن، عن مثلا أماكن سياحية، أي موضوع يخص فيه. بالنسبة للرياضيات والهندسة، من خلال تعريفنا للطالب بأهمية هذه المواد لهذا الوطن، على سبيل المثال بلد ناشئ من إحدى البلدان، بدنا نوعي الطلبة بأنه إحنا بلدنا بحاجة إلى جسور، وبحاجة إلى كذا، وبحاجة إلى كذا، ويجب أن تتعلموا هذا المجال حتى تستطيعوا أن تطوروا بلدكم. وفي عنا كتير تجارب من الناس اللي حطوا سياسات لبلدانهم، بلدانهم خلال سنوات قصيرة جدا يعني قفزات نوعية في مجالات مختلفة. فبالتالي إحنا في جميع المجالات الدراسية نستطيع أن نضمن حب الوطن، حتى في الرياضيات عندما نضع مسائل رياضية، نعرف المسائل الرياضية هي المسائل الكلامية، يعني بدل ما نحط سؤال مجرد، سؤال كلامي. السؤال الكلامي ممكن أن نصيغه بطريقة أيضا تعبر عن الوطن وتعمق حب الوطن عند الطالب. هلأ أن نوعي المواطن بماذا يحتاجه بلده، إذا إحنا زرعنا عنده المواطنة فإحنا نعلم المشاكل. في بعض البلدان العربية تعاني من مثلا نقص السكن، بعضها تعاني من أزمة الطرق، بعضها تعاني من غلاء الأجور، غلاء الأسعار عفوا، هاي مشاكل معروفة. إذا طرحت هذه المشاكل وطلب منها هؤلاء الطلبة خلال جلسات عصف ذهني، إذا كنت صاحب قرار ماذا ستفعل من خلال منهج؟ تخيل أنا عمالي بعمل عصف ذهني وعمالي بوسع مداركه وبحطه في موقع المسؤول، وكثير من الطلبة بعد سنوات قلال سيصبحوا يعني من الناس الذين سينتقلوا إلى ميدان العمل. فعلى وعسى هذه البذور التي نزرعها في المدارس تؤتي كلها عندما يصبح صاحب قرار فيغير في الواقع، يحل أزمة السير، يكون عنده فكرة خارج الصندوق، يحاول بزيادة الأجور، يعني قد يغير. فإذا هاي الأمور إن درست في مراحل الدراسية أعتقد سيكون أثرها كبيرا إن شاء الله تعالى في القريب العاجل. طب زرع حب الوطن يمكن يتشارك فيه المدرسة والعائلة، كيف من المفترض أنه يتشارك الجانبان لضمان زرع هالبذرة في الأطفال باختصار لو سمحت؟ جميل. هلا الأسرة، المدرسة حكينا من خلال التعليم غير الاعتياد. بالنسبة للأسرة، النقطة الأولى أن لا نتحدث عن الوطن بطريقة سلبية. كثير في عنا ببلداننا العربية بتلاقي الأب دائما أمام أبنائه أنا بدي أسافر لو نطلع برا البلد، فدائما حديثه سلبي، الأسعار غالية، الطرق أزمات، الحديث السلبي عن البلد يخفف حب الحب إلى أو الانتماء إلى هذا البلد. فإذا أنا أتحدث بطريقة إيجابية عن بلدنا أمام أطفالنا. النقطة الثانية، إن كان هناك نشاط لا صفي مدرسي أن نتعاون نحن والمدرسة، فالعلاقة بين الآباء والمدرسة يجب أن تكون تكاملية حتى نخرج بمخرج أن نعمق حب الوطن ونزرعه لدى هذا الطفل، فأن تتكامل مدرسة مع المنزل. شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات الخبير في التربية والتعليم الدكتور محمد أبو عمارة، شكرا جزيلا. أما بعد الفاصل، كيف نهيئ الطلبة للعام الدراسي الجديد؟ شباب وفتيات عرب وأجانب، منهم من يتقن اللغة العربية ومنهم من يكتبها ويرسمها بفن وجمال بالغين، إلا أنه لا يعرف معانيها. في معادلة صعبة لا يجمعها سوى الفن، التقت مجموعة من الموهوبين والراغبين في تعلم فن الخط العربي بمختلف أنواعه من خلال دورات تقام هنا في دبي، وتهدف إلى حماية لغة يتحدث بها أكثر من 500,000,000 شخص حول العالم. يخطون حروفا عربية لا يتقنون نطقها، غريب الوجه واللسان، توحدت أيديهم مع عرب في دبي لتعلم رسم الخطوط العربية وحضور دورة تعلم خط النسخ، وهو أصعب أنواع الخطوط العربية. يقولون إن حبهم للثقافة العربية قادتهم إلى هنا. أعتقد أن البشرية تسعى في الحياة للجمال وتجد الجمال في كل جانب من جوانب الحياة. بالنسبة لي، الخط هو أحد الأشياء التي تعكس جمال العالم، ولهذا السبب أعتقد أنني أرتبط وأبحث عن هذه الدورات.
أعتقد أن الخط العربي يمثل روح الثقافة، فهو يجمع بين الفن واللغة والتاريخ. كفنانة أستمتع بتحدي نفسي وإتقان مهارة جديدة. درست اللغة العربية بالجامعة، ودورة الخط تساعدني على تحسين مهاراتي اللغوية. تشكيلة ورش عمل خطية متنوعة تقدمها هيئة دبي للثقافة تهدف لدعم أصحاب المواهب الناشئة من غير الناطقين بالعربية، لتمكينهم من تطوير مهاراتهم في الخط العربي والتعرف على تقنياته ضمن بينالي يعقد كل عامين. وقد أنجبت هذه الأمة 9 خطوط أصيلة، خرجت أصيلة من رحم هذه الأمة لم تتأثر بأي فن من الفنون من قبل. هكذا كانت هذه الخطوط اللي هي الرقعة والديواني والديواني الجلي والثلث والنسخ والإجازة والنس تعليق والمغربي والكوفي، والكوفي فيه عدة أنواع. فلا نزال نحفظ هذا التراث الجميل الأصيل الذي يجعلنا ننتمي ونحيا هوية ثقافية توصلنا إلى عالمي وحوار حضارات جميل. كما يشمل المشروع دورة متخصصة بالتذهيب والزخرفة المبنية على جمالية الخطوط العربية. هذا التذهيب والزخرفة هو امتداد للزخارف المخطوطات والزخارف المساجد والزخارف اللي موجودة اللي نشوفها في أغلب المكانات. هذه الدورة أول شيء تعلمون فيها أساسيات الزخرفة وكيف يستخدمون الفرشة والأدوات وهذه الأشياء، ثم شوي شوي ينتقلون حسب كل طالب إلى إمكانيته، يعني تعرف أنت إمكانيات مختلفة بين طالب وطالب. بالفن تتعزز اللغة العربية، هذا هو الهدف هنا كأحد الخطوات لنشر الثقافة واللغة العربية بين متحدثين أجانب. هي خطوة تعمل بمثابة السور الواقي الذي تهدف خلاله هيئات الثقافة حماية اللغة من الانقراض في ظل تقارير تتوقع اختفاء نحو 7,000 لغة مع نهاية القرن الحالي. الخط العربي من فنون، خلينا نقول من أحد أنواع الفنون المهمة، وله صلة مباشرة مع ثقافتنا وهويتنا، وأيضا مع تغيرات صايرة للحديثة، تطورات صايرة في مجال التكنولوجيا خلق نوع، خلينا نقول مميزات، في نفس الوقت خلق نوع من التحديات. الناس كثيرين بدوا ما يزاولون كتابة باليد، والخط مش فقط هويتنا، أيضا نوع من أنواع الفنون والفن الجميل. قيل في الخط إنه لسان اليد وترجمان الإنسان، وهو فن لا يتذوقه فقط العرب، بل دفع الشغف بالثقافة واللغة العربية بعدد من الأجانب إلى حضور جلسات كانت حكراً على المتحدثين بالعربية كلغة أم. بلال الفارس، الحرة، دبي. طيب، ننتقل الآن لموضوعنا الثالث، وهو موضوع أساسي في هذه الساعة، في هذه الحلقة معنا، عن انتهاء أجازة الصيف. طبعاً أجازة الصيف فعلا انتهت، وعندي سؤال بنية حسنة، بحسن نية أكيد، للأطفال والطلبة: هل أنتم على استعداد اليوم للعودة لمقاعد الدراسة بعد عطلة صيفية طويلة؟ وبقول حسن نية لأنه السؤال ده يعني كان بيزعلني أنا شخصيا. تركي السؤال، ما بعرف إذا في استعداد، يمكن في اشتياق للعام الدراسي، بس دايما ما في استعداد لأول يوم، لأن أول يوم دايما بيكون صعب. على كل الأحوال، مع بدء العام الدراسي يشعر الكثير من الطلبة بالحماس والقلق معا، فبعد عطلة طويلة مليئة بالراحة والأنشطة الممتعة رح يكون من الصعب العودة إلى الروتين الدراسي والانضباط. ربما لتسهيل هذه العملية، عملية التمهيد، من الممكن إدخال تغييرات معينة تسهل تأقلم الطلبة مع أجواء الدراسة، مثل تنظيم جدول يومي يشمل أوقات النوم والاستيقاظ المشابهة لجدول المدرسة. بالإضافة لهالتغييرات، ينصح بالتحضير النفسي للطلبة من خلال التفكير الإيجابي حول العودة إلى المدرسة، مثلا كاللقاء بأصدقاء الصف والتعلم من معلمين جدد واستكشاف موضوعات جديدة. طيب، عمليا كيف من الممكن أن نشجع ونحفز الأطفال على العودة لأجواء المدرسة والدراسة؟ الإجابة ربما نجدها على موقع هاتسون كونتري مونتسوري سكول. يعني في البداية يدعو الموقع الأهل إلى تشجيع الأطفال على القراءة واللعب بألعاب الرياضيات لتعويض الفاقد التعليمي اللي بيحدث خلال هذه العطلة.
أيضا يجب مساعدة الأطفال في كتابة أهداف للسنة الدراسية القادمة سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية، وتعليق القائمة في مكان مرئي كرمال يشوفوها باستمرار. أيضا يفضل مراجعة ما تعلمه الطفل في العام الماضي من خلال الواجبات والاختبارات القديمة لتجديد المعلومات في أذهانهم. كما يجب وضع جدول يحتوي على تواريخ الأنشطة والاختبارات المهمة وتحديد مواعيد المراجعة والتدريب لضمان استعداد الأطفال لهذه الأحداث. وأخيرا من الضروري تعديل جدول نوم الأطفال قبل بدء المدرسة بأسبوع وتحضير حقيبة المدرسة والملابس قبل بداية العام لتقليل التوتر في اليوم الأول. والتوسع أكثر في الموضوع معنا مدربة التوجيه الأسري سوسن حمزة. صباح الخير. صباح الخير. بداية أستاذة سوسن، يعني شو نصايحك للأهل تيشجعوا أولادهم على أول يوم دراسة بعد إجازة الصيف الطويلة يعني وراحت كل الالتزامات بهالإجازة؟ خلينا نقول هلا هم الأطفال نوعين، في أطفال كتير متحمسين ومتشجعين ومتحمسين لأسباب مختلفة، في منهم رايحين يشوفوا أصحابهم، في منهم رايحين لأنهم بيحبوا الدراسة، في منهم رايحين عشان يلعبوا، وفي أطفال بيكونوا مش مرتاحين إنهم يروحوا المدرسة، وهون دور الأهل بيجي كتير كبير. هلا إذا مش مرتاحين يروحوا على المدرسة، نحن في عنا سببين. السبب الأول هو الكسل، الإجازة بيناموا لساعة 10 أو لساعة 11، بيصحوا الفطور بيجي لعندهم، بعدين بيطلعوا مشوار، عيشة تنابلة السلطان هي هاي يعني عايشين. فإنه أنا أترك كل هالأجواء الجميلة وأصحى بكير وأركض على المدرسة ودراسة وامتحانات ومعلمة وهذا التزام، هذا صعب كتير. فهي النقلة من هذا الأجواء للأجواء الجديدة، أجواء الالتزام صعبة كتير. بس في نوع تاني من الأطفال عندهم خوف، هذا الخوف ممكن يكون خوف لأنهم هم دراسياً أكاديمياً ضعاف، فبدهم يرجعوا للمعاناة اللي كانوا يعانوها دائماً. ممكن خوف لأنه مهاراتهم الاجتماعية ضعيفة، فهم بيعانوا في المدرسة ما بين الأصدقاء أو ما عندهم أصدقاء وما بيعرفوا يعملوا أصدقاء، فبضلهم دائماً قلقانين تعبانين من كل من هذا الإشي. ففي أسباب كتيرة. إحنا كأهل قبل ما نشجع أولادنا، قبل ما نفكر كيف نشجع أولادنا، نعرف أولادنا أول إشي إيش السبب. إذا السبب الراحة، فأنا لازم أنقله من حالة الراحة لحالة الروتين عشان يقدر يروح على المدرسة. يعني آخر فترة لازم أرجع أنظم نومه، أرجع أخليه يقرأ يومياً، أخليه يلتزم، أطلعه من هاي حالة الراحة. يعني ما بقدر أنا اليوم بنام لساعة 11 الصبح وتاني يوم بده يصحى الساعة 6:30. يعني صحيح. طب إزاي أعمل النقلة دي؟ إزاي أنتقل من هنا لهنا؟ هل بيكون في يوم في وقفة اليوم حتنام الساعة كذا، ولا بيكون الموضوع تمهيدي أكثر؟ شوفوا، لازم يكون تمهيدي وتدريجي، وكمان لازم يكون بالاتفاق. يعني كتير أسهل علينا، إحنا منحب نعطي أوامر ونقول يلا بكرة في مدرسة أو الأسبوع الجاي في مدرسة، ابتداء من بكرة بدنا نبدأ ننام الساعة هالقد. لا، إنه الأسبوع الجاي في عنا مدرسة، بتحب مثلا نبدأ ننقص كل يوم نص ساعة عشان نوصل لليوم اللي احنا للوقت اللي انت لازم تنام فيه. يعني نحاول انه نتحاور معهم، كيف بتحب انت تغير اوقات نومك لتوصل للوقت المناسب؟ طب تعال نشوف، انت بتنام مثلا الساعه 11 لازم تصير تنام الساعه 8، شو رايك كل يوم نص ساعه؟ يعني نتحاور معهم بهاي الطريقه بحيث انه هم يحسوا انه الموضوع نابع من عندهم. لانه اذا كله فرض اصلا، انت عم تفرض عليهم شغله عشان اصلا نهايتها شيء مش مستحب، فكل البروسيس صارت صعبة. فنحاول نخلي الخيار خيارهم، كيف بدهم يبدوا ينقصوا الأوقات، كيف بدهم يبدوا، أو مثلا ساعة كل يومين، مثلا 10 أيام ساعة 10 لمدة يومين، بعدين الساعة 9 لمدة يومين، بعدين نوصل للساعة 8. فالحوار بهاي الطريقة. نفس الإشي القراءة، بتحب مثلا بتبدأ تقرأ الصبح أول ما تصحى، ولا بتحب تقرأ قبل ما تنام، ولا بعد الغداء؟ فشوي شوي نعطيهم الخيار عشان ما يحسوا حالهم فجأة طلعوا من الراحة على ضغط. هيك بننقلهم
نقلة شوية فيها نوع من أنواع الديمقراطية خلينا نقول عشان يقدروا يلتزموا. هو بس يكون يمكن عندهم خيار بحسوا حالهم هيك بموقع قوي وإنه هن عندهم الخيار يقرروا إمتى يناموا وإمتى يصحوا. طب خلينا نحكي عن فكرة الفكرة السلبية للمدرسة. في كتير طلاب تعتقد إنه فكرة المدرسة فكرة سلبية إنه يا الله أجت المدرسة بدي أصحى بكير وبدي عندي التزامات. كيف منحول هالفكرة لفكرة إيجابية؟ هلا شوفي، فكرة سلبية هاي كتير قديمة. أنا بتذكر مثل كانوا يحكوه عن أيام الكتاب وهيك، كانوا يقولوا راح العيد وكعكاته وأجى الشيخ وأكلاته. يعني المثل بحد ذاته هو عبارة عن إرهاب. يعني إحنا كتير من عزز فكرة خوف المدرسة. أوكي، يعني إحنا كأهل مثلا لما بتكون قربة تيجي المدرسة كيف نحكي مع أولادنا؟ مين على مدرسة الأسبوع الجاي؟ ليه بنقول مين حيقابل أصحابه الأسبوع الجاي؟ مثلاً ما بنقول هاي طريقة. لا، إحنا مين عنده مدرسة؟ مين بده يصحى بكير الأسبوع الجاي؟ فإحنا على طول عاملينها إرهاب. فالفكرة إنه إحنا نسهل المواضيع بحيث إنه زي ما حكيت إنه مين بده يشوف أصحابه الأسبوع الجاي؟ ياي بدنا نروح نشوف أصحابنا. ذكر المدرسة يجي في المضمون ومش هو اللي يكون مستهدف. يعني مثلا اجي اقول اول يوم مدرسه شو بتحب احط لك في اللانش بوكس، بدل ما انا اقول الاسبوع الجاي اول يوم مدرسه. اوكي، مثلا تحب تشتري لامك من مكان الفلاني او من مكان الفلاني. فانا بدخل مضمون المدرسه بطريقه ايجابيه محاطه بكثير اشياء حلوه. اوكي، ولكن العقل الباطن عماله بيتغذى بفكره انه في مدرسه، ولكن احنا كاهل لما نحس احنا منتنشنهم اكثر من منهم. فعشان هيك نحاول نسهل عليهم المواضيع. الشغله الثانيه، إذا في عندهم خوف لازم نقعد معهم ونفهم إيش هذا الخوف، من وين جاي. ولما يحكوا أول إشي نقر شعورهم إنه معلش إحنا كمان كنا نخاف لما نرجع المدرسة. بتعرف أنا هلأ بدي أرجع على الشغل، بتعرف أنا خايفة أرجع على الشغل. فلازم أنا أحس إنه عادي، أنت اللي بتشعر فيه إشي طبيعي. بعدين أعرف من وين منبع الخوف، هل هو مثلا من الأصدقاء؟ طب إحنا هلأ بدين سنة جديدة، يمكن يجوا أصدقاء جداد، فهلأ لما تروح يمكن تتعرف على ولد جديد ويصير عندك صديق. يا الله طب خلينا نأخذ أسامي الأولاد الجداد اللي جايين. فنحاول إحنا نحل مواضيعهم بطريقة حلوة وسلسة بس مع تقبل الشعور. يعني الكلام اللي قلتيه في النهاية ده، هل ده بينطبق بالتحديد على الطفل اللي انت كلمتي عنه في البداية قلتي بيعاني مثلا ما عندوش مهارات اجتماعية كافية وعشان كده بيخاف انه يرجع مكان فيه أطفال بالزبط. كتير مجتمعين في مكان واحد بالزبط. هل دي استراتيجية التعامل مع الخوف من هذا النوع؟ أهم إشي بالخوف إني أقره. أنا الخوف إذا أنكرته على الطفل هو بيكبر جواته. فبصير يروح المدرسة هو لسه خايف، أنا ما ساعدته بشعور الخوف، هو لساته خايف. أوكي، بصير قاعد مثلاً بوقت الاستراحة لحاله، بيرجع على البيت مو قادر يشاركني شعوره لأني أنا أنكرت عليه شعوره. فهو بصير خايف وتعبان في المدرسة، وبالبيت عنده حالة كتم للشعور مش قادر يشاركها معي لأني أنا واحدة مش متقبلة لشعوره. فأنا تقبلي لشعوره اللي يرجع كل يوم مثلا لو يبكي لي ويقول لي أنا اليوم ما كان عندي أصحاب، قعدت في الاستراحة لحالي، أنه أفهم عليه وأنه يعلي وأنه أعرف أنه قديش الشعور صعب، بس إن شاء الله طب خلينا نشوف إيش في أشياء ممكن نعملها. فيعني أول إشي أني أقول له أتعاطف معه، أتعاطف معه، مش أنه لا ليش أنت، طب ليش ما رحت حكيت مع الطالب الفلاني، طب أنت روح أحكي للمعلمة. هنا رح أنا أخلي عندي حالة من حال اللي يعني أعمل بلوك على التواصل بيني وبينه، وأنا أكبر سند لإله. فإذا أنا ما كنت بسمعه مين بده يسمعه؟ فهنا بصير حالة ضياع عند الأطفال، وهون بصير في خوف أكبر من المدرسة. بس طالما أني أنا بروح المدرسة بواجه إشي وبرجع على البيت وبلاقي ماما بتطبطب لي وبتسمع لي وبتسايرني، خلص الحياة بتمشي. طب في بعض الأهالي بيقرروا أنه ما يبعثوا أطفالهم أول يومين ثلاثة على المدرسة، بما أنه أول يومين ثلاثة بتكون تحضيرات وتقسيم الصفوف والمواد وأنه ما فيها تدريس فعلي، صح هيدا الشيء؟ لا، شوفي أول ثلاثة أيام ما فيها دراسة، بس فيها كتير من أنواع التواصل. يعني زي ما حكيت إذا الطفل ما عنده صاحب بأول ثلاثة أيام، كان أجا طالب جديد
انه له فرصه يصاحبه، بس خلال هذه الثلاث ايام لو هو غاب عن المدرسه ممكن يصاحبه ولد ثاني. بعدين بدل ثلاث ايام المعلمه بيكون عندها المجال كثير تتعرف على شخصيه الطفل، ممكن تساله انت شو بتحب، شو اهتماماتك، كم من اخ عندك، ايش تحب تعمل. فهاي اللي هون بصير التواصل الاعلى والارتباط الاعلى بينه وبين المعلمه، بينه وبين الطلاب. احنا بنحتاج اي مكان جديد انه نتعود على المكان، نتعود على حيثيات المكان، فهو بيحتاج هدول ثلاث ايام ليتعود على صفه، يتعود على معطيات صفه. هلا لما يجي اليوم الرابع اوكي وهي المعلمه عم تشرح، بده يكون يطلع مين الطلاب الجداد اللي اجوا، الصف كيف شكله، فنوع يعني بصير عنده نوع من انواع تشتت الانتباه عالي، لانه هو داخل على مكان جديد بينما اصدقائه تاقلموا على هذا المكان الجديد. ف لا يعني انا ضد هذا الشيء، بلس انه إذا أنا بدي أغيبهم ثلاثة أيام معناته بدي أبدأ بتنظيم النوم في هاي الأيام، معناته ممكن يجي على المدرسة بيوم التدريس هو نعسان. إحنا عارفين أول ثلاثة أيام ممكن الأولاد يجوا على المدرسة كسلانين، نعسانين، مش قادرين يركزوا كتير، فهدول الثلاثة أيام شوي شوي بيستعيدوا نشاطهم، بيستعيدوا. إحنا في عنا إشي اسمه سامر سلامب، اللي هو إحنا في هيك يعني دروب بالمعلومات وبالقدرات في يعني في الناس اللي بيستغلوا الثلاث ايام الاولانيين في ان هم يمدوا اجازه الصيف، اعتقد ان هم محتاجين يعيدوا يعني التفكير في هذا الكفي اخذوا كفايتهم. صحيح، اشكرك على وجودك معنا هذا الصباح مدربه التوجيه الاسري سوسن حمزه، شكرا لك. شكرا لكم. ولهون بتكون خلصت حلقه اليوم، الى اللقاء. وكالعاده نحن في انتظار رسائلكم ومقترحاتكم على مواقع البرنامج، الى اللقاء.